اتحاد كرة اليد بيخطر نادي الزمالك بإيقاف الكابتن مجدي أبو المجد مدير الفني الجديد لنادي الزمالك في كرة اليد، إن الكابتن مجدي كان ماسك منتخب الناشئين وترك المنتخب الناشئين وسافر إلى الخارج دون إبلاغ اتحاد كرة اليد، فقال له فالزمالك لسه متعاقد مع كابتن مجدي أبو المجد، ولكن اتحاد الكرة اتحاد الهاندبول يعني بيخطر الزمالك إن هو كابتن مجدي أبو المجد موقوف.